انا كونساج ديال العماره، حليت الباب مع شي 9 ديال الليل. كنتفاجئ بالبوليس والشرطه العلميه. قلت مع خويا المرحوم حتى شنو وقع، قال لي الحاج مسكين الله يرحمه هذا ما كان اخويا. انا كونساج ديال الموبل شحال وانا في العماره وما انتبهتش ليه حتى ايام. دابا غبر ما بقاش بان هذا ما كان اخويا. حليت الباب حتى كنتفاجئ بالبوليس والشرطه العلميه قدام الباب. تلاقيت بالاخ ديالو قال لي الحاج الله يرحمه. واش غنقول لك؟ هذا عليا ما عرفت. المهم كيبان لي راجل كبير شويه في السن، ما عرفتش.